بص يا شيتوس، ربنا خلق البني آدم بس قبل ما ينزله الأرض خلق له كل حاجة ممكن يحتاجها فيها. إحنا بقى اللي مش عايزين ندور ونتعب نفسنا، إحنا عايزين كل حاجة على الجاهز وخلاص. نوين البصلة اللي عندك دي؟ اتفضل يا باشا. بس ساعتك يعني ما شاء الله عليك، شكلك غاوي مطبخ. مراتي توفت من 20 سنة، الله يرحمها. الولاد كانوا لسه صغيرين، أكبر واحد فيهم كان عنده 12 سنة. بغيابها بقى ابتديت أتعلم كل حاجة، من سندوتشات الجبنة لصينية البطاطس للمحشي للغسيل. عندك حق والله العظيم يا باشا. أنا برضو وأنا صغير قبل ما أبويا يموت ما كان ليش شغلانة غير لعب الكورة في الشارع والفرجة على التلفزيون والنوم. الواحد بقى كان باله رايق ومش شايل الدنيا هم. على فكرة يا باشا، أنا كنت حريف كورة درجة أولى، يعني ليش الظروف اللي الواحد مر بيها كان زماني دلوقتي زي مو صلاح كده. مو صلاح حتة واحدة. أنت عملت إيه لما أبوك توفى؟ والله يا باشا اشتغلت كل حاجة جت في وشي وما فلحتش في ولا حاجة فيهم. مفيش شغلانة ربك خلقها ما اشتغلتش فيها صبي. ميكانيكي بقى، نجار، قهواجي، مكواجي، كل شغلانة في دول كنت أقعد فيها على قد ما أقعد، وفي الآخر يلاقوا مفيش مني رجع يروحوا ممشياني وأخرج منها زي ما دخلت. ده أنت حالة ميؤوس منها يا شيتوس. بقى يا مغفل، بعد كل العكوسات اللي قابلتها في حياتك دي تقوم تقرر تشتغل حرامي حتة واحدة؟ طب ما طبيعي انك هتتقفش من اول مرة، نظرية الاحتمالات بتقول كده. يا نهار ابيض، انا مش قلت لك وطي الطاسة دي شوية؟ هي ايدك اتحرقت وساحت وانت واقف زي المسطول. ما خدتش بالي والله العظيم يا باشا، ما انت شايفني واقف مدي للبوتاجاز ظهري، اشوفها ازاي؟ ما خدتش بالك ازاي؟ مد ظهرك للبوتاجاز، ما شمتش الريحة؟ دي ريحتها جابت اخر الشارع يا اخي. ما شمتش والله العظيم يا باشا. الظاهر كده ان الواحد من حلاوة الكلام مع سعادتك يعني فقد الحواس الخمسة اللي كانوا بيدوهم لنا في المدرسة زمان دول. ايه؟ في يا باشا؟ كل ده علشان ايه؟ الطاسة يعني؟ غمض عينك. في يا باشا؟ صلى على النبي. في بقول لك غمض عينك. غمض عيني ليه يا باشا؟ غمض عينك. هنلعب استغماية يا ابني؟ غمض عينك. حاضر حاضر يا باشا. الله، شمم حاجة كده؟ اشم ايه يا باشا؟ هو في حاجة تتشم اصلا؟ هو ايه يا باشا الاشتغالات دي؟ خليك مغمض كده. شامم ايه؟ والله ما شامم حاجة يا باشا. هو ساعتك عاوز مني ايه بالظبط؟ عايزك تغمض زي ما انت كده. خليك مغمض زي ما قلتلك. حاضر يا باشا. طب كده شامم ايه؟ وحياة ربنا يا باشا ما شامم حاجة. هو في ايه يا باشا؟ هو في حد قالك عليا لما اخذها كلب بوليسي؟ كده بقى يا عم شيتوس، مش محتاجين نستنى نتيجة المسحة. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.